فراكشر ميديا كوبايل وكات ووند في ابوف ريست صح كده؟ عند الفلكس وايه؟ لكنك مانع. طيب تعال نشوف الميديا بيغذي ايه؟ بص معايا. الاونر قصدي بيغذي ايه؟ والله يا رب مش هاخد شيء تفرع، انا عايز ايه؟ موتور وسنسور صح؟ عايز الكورس بتاعه الاونر نير. هو كان بيمشي في الاجزاء. وبعدين لا ده في الفرن بس، هو بيدي فروع بس في الفرن بس جاي من فوق من الاجزاء وكمان فينها والارم ودخل فينها في الفور ارم فكده راح على مين؟ على الهاند مش كده؟ ادى فروع هنا مالوش اي فروع، هو ماشي طول كده بس ما اداش اي فروع خالص، كل فروع فين؟ في الفور ارم والهاند. انا عايز اقسم موتور وسنسور. بص كده ادى موتور الفور ارم، موتور ادى عضلتين صح؟ ومين ها؟ ونص مين؟ البروفانس. سنسوري كان بيدي بارمر كوتينيوس ودوسن كوتينيوس. ايوه مفاصل، ما قلنا بقى ما بتاخد مفاصل من الاثنين من ميديا والارمر يعني. مش قصه يعني، بس بتكلم اللي هيتاثر عندي. الانالس ونص مين؟ البروفانس. طب السنسوري بيدي بارمر كوتينيوس ودوسن ايه؟ كوتينيوس. ده هو فين؟ في فراغ. دول سنسوري ماشي. طب بعد كده اللي بعد كده دخل في الهاند صح؟ ادى موتور لكل الهاند ما عدا هو الميديان، فاكرين؟ كل الماسلز ما عدا مين؟ اكسبت الثينر ايمننس واول وثاني لومبريك اللي بيغذوا الميديان صح؟ وسنسوري للسبعه ونص كده من قدام بس للسكين اوف فينجرز اللي هم واحد ونص الميديا مش كده؟ ادي السنسور بتاعك. طب انت عايز دلوقتي ده سنسوري وده سنسوري، هو النرف جاي من اللي فين؟ جاي كده صح. طيب هنا قدام الكناكلم وهنا ورا ميديا الكوبايه صح؟ ايه علامه الاصابه؟ ممكن هنا او ممكن هنا صح؟ مش كده برضه؟ قال طيب انت لو احنا بوظناه فوق يبقى كله باظ. قال لك لا ما في حته في الاجزاء والارض ادي فروع. انا بتكلم عن فروع اللي اتاثر، ادى عضلات مثلا فوق، ادى جلد. هنا قطع ورا ميديا اللي بيكون ضايل في الاجزله في الارض في اي حته فوق القلب ماشي؟ يبقى كل فروع باظت. يبقى في مصر باراليسز وفي سنسروس. ايه المصر باراليسز؟ الانالس ونص بروفاندس وكله صح؟ طيب ايه سنسور لوس؟ كله بارما كوتينيوس ودورسال كوتينيوس وسبع ونص. خلي بالكم ان دول كده كده بايظين. سواء قطعت هنا 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 دول بايظين. ليه؟ ما دي اخر حاجه فيه صح؟ وسواء قطعت في اي حته من دول هيحصل حاجه اسمها كلو هاند، فاكرنا؟ شرحناها قبل كده. هسألكم سؤال، هتفرق الكلو يعني الاصابه في الاجزلة او في الارم او في الارم كله كده يحصل ايه؟ هي نفس التشوه صح؟ هي هي برضه تحصل ايه؟ كله هاند ما بتفرقش. فاهم قصدي؟ لان كله هاند ناتجه عن اصابه عضلات الايد نفسها. ودي اخر محطه كان بيغذيها صح؟ فانت قطعته في الاجزله، قطعته في الارم، قطعته عند القلب، قطعته في الارم، عند الريست برضه في كله هاند. وبرضه نفس الكلام الجلد برضه هيبوظ. اللي هو كده كده صار دول متدمرين. اتقطع في الاجزله، اتقطع في الارم، اتقطع في الارم، عند الريست برضه صار ما عندهمش احساس. ايه الجديد؟ استنى بقى. لو احنا قطعنا عن فوق لو هنتكلم على سنسوري الجلد هنا بايظ هنا بايظ وهنا بايظ، ما هو ده لسه موجود صح؟ قطعته عند الريست ده سليم صح؟ يبقى الجلد ده سليم وده سليم، ده بس اللي فيه احساس فقد احساس. فهمتوا القصه؟ طب كمصر بلاسس هتفرق لو فوق الانبو دول مسلولين ودول مسلولين صح؟ عند الريست دول سلام دول مسلولين. وكده كده في كلو هاند. سالت الشاب بيقول لك يا ابني الكلو هاند بتفرق في مكان الانجري؟ ازاي حضرتك؟ يعني دلوقتي انر نيرف انجري ات البو او ابوب القلب. في الاجزله في الارض اي حته. وانر نيرف انجري عند الريست. ايه التشوه اللي بيحصل؟ قول له سيادتك التشوه هنا زي هنا. كلو هاند. ماشي؟ انت بتفرقهم ازاي؟ سنسيشن. ازاي؟ ما هو سيادتك لو ده بايظ وده بايظ
يبقى فوق عند الالف. ماشي. لو ده سليم وده بايظ يبقى تحت عند الريست. فهمتوا؟ فاهم داخل معاك طب اشرح لي ازاي؟ قول لي اصبر اقول لك اشرح تاني ما تسالش قوي بس. وانت بتسال يعني انا مش فاهم يعني بالظبط. قول له في بالمر كوتينيوس وده وصل كوتينيوس دي بيطلع منه هو فين؟ فوق في الفوق الارض. ماشي؟ بعد كده لما يخش في الهاند بيدي 7.5. انت دلوقتي بتقول لي اطعمه فين؟ فوق ده صح؟ يبقى كله بايظ. سواء لا او لا او لا الفوق راح في الارض او فين او في الهاند. طب انت دلوقتي تقول لي هو باظ عند الريست. بس فين؟ عند الريست. عند الريست بس يبقى الفروع اللي في القرآن سليمة. البقرة شغال والجرثوم شغال. المشكلة هي فين؟ في 7.5 بس. فهمتوا؟ إنما أو أسألك سؤال بصيغة تانية، هل الكلوهان دي بتفرق في مكان الإصابة؟ لا. دي ثابتة سواء فوق أو تحت. هو في ديفيشن بيحصل حصل مثلا بقى أصل بص في عضلات بتعوض الكلام ده. ماشي؟ حصل عضلة بروز بتعوض لا يتكلم بعد شهور بقى الكلام ده.